سايكوك في الثقافات ديالنا نسلموا على كل واحد كيبيعوا كسكسو واللبن، وعلاش سايكوك؟ اليوم كسكسو، وكسكسو هو لابد من اللبن. اذا الموضوع ديالنا اليوم غادي نتكلموا على اللبن، وما عمرنا تكلمنا على اللبن. كما العادة نتكلموا على الكلمة ونشوفوا منين جات اللبن ولا اللبن بالدارجة. أما باللغة العربية اللبن فهو الحليب، لبن البقرة حليب البقرة. السؤال اللي غيجي للبال ديالنا، إذا باللغة العربية اللبن كيفاش كيتسمى؟ باللغة العربية كيتسمى مصل الحليب أو لا لقاح الحليب، مصل الحليب لأن اللبن كيتستخرج من الحليب. تاريخيا دراسات كتقول بان اللبن قديم وقديم بزاف، تقريبا هذه 4500 سنه باش بان، وبان على حسب الدراسات بان عند العرب. وباقي اللبن تقريبا معروف في العالم كله بان العرب هما اللي عرفوه. دائما على حسب الدراسات، واخا حنايا في البرنامج ما كنبغوش نتكلموا على مسائل طبيه، نقولوها ما فيها باس غير مره. الدراسات كتقول بان اللبن راه قليلة فيه الدهنيات، وحاجة أخرى سهل في الهضم. نشوفوا علاش قليلة فيه الدهنيات، كيفاش باينة؟ نشوفوا علاش. لأن الحليب خاصو يتمخض باش نستخرجو اللبن، ومني كنمخضو الحليب كنستخرجو قبل من اللبن كنستخرجو الزبدة والزبدة البلدية. إذن مني كنوصلو للبن كنلقاوه ناقص من نسبة ديال الدهنيات، ومن غير الزبدة البلدية اللبن غادي نلقاو فيه واحد الحمض، واحد المادة اللي كتحارب الجراثيم، وهكذا كيولي كيصبر ويدوم المدة طويلة. هادشي علاش العرب قبل كانوا كيفضلوا يحولوا الحليب اللبن باش يصبر ليهم. حاجة أخرى كنتكلموا على الفوائد ديال اللبن على الدات ديالنا، قلنا حيدنا الدهنيات، النسبة ديال الدهنيات قلالت واخا، ولكن هو راه غادي يبقى عنده فوائد كثيرة. مثلا في اللبن غنلقاو الفيتامين أ بي سي دي، وغنلقاو النسبة ديال الأملاح المعدنية طالعة بحال الشكل تقريبا ديال الحليب. اخر حاجه غنتكلموا عليها الموضوع ديالنا اليوم اللبن، غادي نتكلموا على واحد الحاجه اللي عندها علاقه بالاواني اللي غنكبوا فيها اللبن. هذيك الاواني ما خصهاش تكون من نحاس او من الالومنيوم، باش هكا ما يكونش واحد التفاعل ما بين اللبن والنحاس او ما بين اللبن والالومنيوم. من الاحسن نرجعوا للطين. سؤال عندي وما قدوش يجاوبوا عليه، علاش كنشربوا اللبن مع كسكسو؟ ايوا هادشي كله اللي قلناه راه غير باش تستهلك وبلا ما تستهلك.